ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي تيزنيت وإيت ملول مساء يوم أمس السبت 15 أكتوبر الجاري حادثة سير خطيرة وصفت بالمميتة. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الحادث وقع في الطريق الوطني رقم 1 على مستوى المقطع الطرقي بين دوار أحشاش بجماعة سيدي بيبي بإقليم شتوكا إيت بها وحي توهومو التابع لجماعة إيت ملول بتراب عمالة إنزبقان إيت ملول. وأضافت نفس المصادر أن الحادثة وقعت بين سيارة خفيفة وبيكوب مرجحة أن تكون السرعة هي السبب في الحادث المذكور. هذا وفور علمها بالحادث حلت بعين المكان مصالح الدرك الملكي التي فتحت بحثا أوليا في الموضوع من أجل معرفة ملابسات الحادث، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.